السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا حكمة والقرآن، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الكرام، فنتابع التعليق على آيات سورة النازعات، وكان الحديث قد توقف بنا قبل أسبوع أو قبل أسبوعين عند المقطع الأخير من هذه السورة، أو المقطع قبل الأخير من هذه السورة، وهو قول الله جل وعلا في الآية 34 من سورة النازعات، قول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الآيات هي في السياق نفسه الذي تتحدث عنه محور، أو يدور عليه محور هذه السورة، وهو الحديث عن البعث والنشور. ففي هذه الآيات يصف ربنا تبارك وتعالى تلكم الأحداث العظيمة التي تكون بعد انقضاء الدنيا، فإذا جاءت الطامة الكبرى. فقوله تعالى فإذا، هذا ظرف زمان، إذا ظرف زمان يتضمن معنى الشرط، ظرف زمان يتضمن معنى الشرط. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى هي الداهية العظيمة التي تطم، يعني تعلو على الدواهي، يعني هي الداهية التي بلغت الذروة والقمة في كبرها وفي عظمها، فهي داهية كبرى وطامة كبرى ونازلة عظمى نزلت بالناس، التي تطم وتعلو على الدواهي وتغلبها. والمقصود بالطامة الكبرى يوم القيامة، طامة الكبرى هي يوم القيامة. فإذا من أسماء القيامة، وقد علمتم بأن القيامة يوم القيامة تعددت أسماؤه، فمن أسمائه الطامة الكبرى، كما أن من أسمائه الصاخة والقارعة والواقعة والحاقة، هذه كلها أسماء جاءت ليوم القيامة. وكذلك الساعة، كما قال الله تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كما في أواخر سورة القمر. فإذا الساعة هنا يراد بها يوم القيامة. وقول الله تبارك وتعالى الكبرى، كبرى هذه نعت، يعني وصف للطامة، الطامة هي القيامة، والكبرى وصفها الله عز وجل ونعتها بأنها كبرى. لماذا نعتها الله ولماذا وصفها بأنها كبرى؟ تعظيماً لها، تعظيماً لهذا الحدث، تعظيماً لها، أي أنها طامة لا مثيل لها ولا نظير لها. وقد علمتم أنه أيضاً قد جاء وصفها في مواضع أخرى من القرآن بأنها الواقعة وبأنها الصاخة وبأنها القارعة. والقاعدة التي ذكرناها لكم في مجالس سابقة بأن تعدد الأوصاف وتعدد الأسماء للشيء الواحد يدل أو يزيد في عظمة الموصوف، يعني كلما تعددت الأسماء، وهذا يعني معلوم من لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، فالعرب تكثر من الأسماء، من إطلاق الأسماء أو إطلاقات الأسماء على الأشياء التي تعظمها. مثلاً الآن العرب عندهم السيف، سيف هذا يعني شيء عظيم. لماذا؟ لأنه يمثل يعني رمز الشجاعة وهو القوة وكذا وكذا، فتجد يسمونه السيف ويسمونه الصارم ويسمونه البتار إلى غير ذلك من الأسماء، تتعدد الأسماء. هذا هكذا يعني القرآن نزل بلغة العرب، فالعرب تفهم ذلك حينما تتعدد الأسماء وتتعدد الأوصاف، المقصود والمراد بأن هذا فيه تعظيم لهذا الذي تعددت أسماؤه وأوصافه. وكذلك كما مثلنا لكم بالأسد وأسماؤه العديدة، الهزبر
والهصور وما إلى ذلك، فإذا هذا يدل على عظم هذا الذي أطلقت عليه الأوصاف والأسماء. طيب، إذا قوله فإذا جاءت، فإذا هذا قلنا ظرف زمان فيه معنى الشرط. طيب، وقد علمنا بأن الجملة الشرطية تتكون من أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط، صح ولا لا؟ طيب، هنا قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، أين الجواب؟ العلماء مختلفون في هذا. من العلماء من يرى بأن الجواب جاء بعد ذلك في قوله فإن الجحيم هي المأوى، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لما يرى، فأما من طغى. نعم، من هنا قال بعض العلماء بأن هنا هذا الجواب، فأما من طغى. وبعض العلماء قالوا بأن الجواب محذوف وتقديره فإذا جاءت الطامة الكبرى وقع ما لا يوصف من الأهوال والأحداث، وقع ما لا يوصف من الأهوال والأحداث. طبعا قد يسأل بعضكم يقول يعني أيهما أولى أو أيهما أقرب للصواب وأرجح، يعني بماذا نرجح؟ هل نقدر لأن جواب الشرط موجود على رأي بعض العلماء بأنه قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أو نقدره بأنه محذوف؟ هناك قاعدة أيضا يعني مفيدة في التفسير، يقول العلماء إذا احتمل الأمر التقدير وعدم التقدير فالأصل عدم التقدير. لماذا؟ لأن الأصل أن الجواب موجود، هذا الأصل، فأنت ما تلجأ إلى التقدير إلا إذا لم يكن يعني لم تجد له جوابا. طيب، فدائما نحن نأخذ بالأسهل في التفسير، كذلك في النحو في اللغة العربية دائما تأخذ بالمذهب الذي هو أوضح وأظهر وأيسر وأسهل. فإذا نقول أو نرجح ما رجحه طائفة من العلماء من أن جواب الشرط موجود، وبأنه هو يعني يبدأ من قوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم إهماه، هذا هو جواب الشرط. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك يوم يتذكر الإنسان ما سعى. طبعا يوم أيضا هذا ظرف، تعرفون أن الظروف في اللغة العربية تنقسم إلى كم قسم؟ ظرف زمان ومكان، صح ولا لا؟ ظرف زمان وظرف مكان. يوم هذا ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ ظرف زمان. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، قال يوم يتذكر، طبعا اليوم مقصود بهذا الظرف يوم الذي هو يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ولاحظ أنه قال عبر بقوله الإنسان، يوم يتذكر الإنسان. فالإنسان هنا الألف واللام هذه يقول العلماء هي للجنس، بمعنى لجنس الإنسان. هل هو يعني الألف واللام في اللغة العربية تأتي بعدة معاني، من معاني الألف واللام تقول مثلا العهد، ألف واللام العهد، مثلا إيش؟ مثلا تقول البيت لزيد، البيت لزيد، ألف واللام هذه للعهد، يعني أن هذا البيت المعهود الذهني أنه لزيد. طيب، لكن هنا في هذا السياق يتذكر الإنسان يعني جنس الإنسان، هل المقصود به الإنسان المسلم الكافر الذكر الأنثى؟ نقول هذا مطلق، هذا مقصود به جنس الإنسان، جميع بني آدم، جميع الناس، جميع المخلوقات، ذكور إناث مسلمين كفرة، كل الناس يتذكرون في ذلك اليوم، يوم يتذكر الإنسان. فالألف واللام هنا يقول العلماء هي الألف واللام الجنسية، يعني لجنس الإنسان، جنس الإنسان، وهي تفيد الاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ يعني الشمول، تشمل كل الناس، تستغرق كل الناس، البر والفاجر والمسلم والكافر والذكر والأنثى كلهم داخلون فيها. يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هذه ما في قوله ما سعى، إما أن تكون ما موصولة، أنا اليوم معلش بنعطيكم شوي نحو،
إنما ودنا أنا ليس من عادتي أتكلم يعني في اللغة ولا في النحو، أنا أحب أن الدرس يكون سهل يعني، لكن هذه أشياء لازم نتعلمها على أساس تفهم التفسير، إذا حتى تفهم التفسير لازم تفهم شوي لغة عربية. فهنا ما سعى، ما في اللغة العربية تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى ما الموصولة يسمونها ما الموصولة، وتأتي بمعنى ما المصدرية. ما المصدرية وش الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهما؟ تعرف يا أبو عمر أنت مهتم باللغة ما شاء الله عليك، ها؟ طيب وش الأولى؟ عطنا الأولى وأنا نجيب لك الثانية. الموصول بمعنى الذي. الذي، أيوة أحسنت. الماء الموصولة بمعنى الذي، يعني قوله يتذكر الإنسان ما سعى، تصير ما بمعنى الذي، يعني الذي سعى، هذه تسمى ما موصولة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني الذي سعى. طيب والمصدرية، المصدرية يعني تقدر ميم الماء مع الفعل الذي بعدها تقدر بمصدر، يعني يتذكر الإنسان سعيه. أن عندنا في اللغة العربية التصاريف ثلاثة، عندنا تقول ماضي مضارع ثم تأتي بالمصدر التصريف الثالث، تقول أكل يأكل أكلا. طيب أكل هذا فعل ماضي صح، يأكل فعل مضارع، أكلا وشو مصدر ولا لا؟ أكل يأكل أكلا. طيب فهنا ما مع سعى تقدر بمصدر، يعني تقول يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني سعيه، يعني يتذكر سعيه، ما في فرق يعني سواء كانت مصدرية أو كانت موصولة تؤدي نفس المعنى، يعني الشاهد أن الإنسان سوف يتذكر سعيه. يتذكر ما سعى من عمل مما عمله من خير أو شر في هذه الدنيا. ولفظة السعي تدل، لما تقول جاء يسعى ما معنى السعي؟ السعي هو السير السريع صح ولا لا؟ ولذلك قالوا السعي بين الصفا والمروة ولا لا؟ ما معنى السعي؟ السعي بين الصفا والمروة يعني أنك تهرول بين العالمين تسعى. فالسعي يدل على الإسراع والمبادرة والحرص والاهتمام. يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني ما أقدم عليه من أعمال في هذه الدنيا من خير أو شر، هذه كلها تكون حاضرة يوم القيامة. والمقصود بهذه التذكرة أن هذه الأعمال تعرض عليك يوم القيامة، وهذه آية عظيمة والله يا أخوان، نحن نمر بها ولكن قل منا من يتدبر أو يقف عند هذه الآيات. يعني أنت حينما تتذكر أن كل صغيرة وكبيرة في هذه الدنيا سوف تعرض عليك يوم القيامة. الآن لو قيل لك، ولله المثل الأعلى، لو قيل لك أن فيه رجل استخبارات جالس معك الآن يسجل كلامك، حاط مسجل ويسجل كلامك وكل كلمة تقولها بيسألونك عنها، كانت حسب الحروف قبل الكلمات صح ولا لا؟ لأنك تعرف أن هذا الكلام مرصود عليك سوف تسأل عنه، وهذا بالمقاييس الدنيوية، يعني بشر سوف يسأل بشر، فما بالك يعني حينما يكون السؤال موجه من رب العالمين وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ويقول الله عز وجل كما في سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لما تعلم أنه، ويقول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه الكلمات التي تتفوه بها أنت محاسب عليها، نظرات هذه اللي تشوفها أنت محاسب عليها، أفعالك أقوالك كلها مرصودة، حتى لو استطعت أن تخفيها عن البشر ممكن الرقيب البشري يغفل ويغيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه يغيب، وكما قال القائل فالله جل وعلا ما تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، هذه كلها سوف تكون حاضرة يوم القيامة. فحينما نستشعر هذا المعنى هذا يبعثك ويدعوك ويحملك على الرقابة الذاتية، وهذه الرقابة الذاتية هي الصمام الأمان للمجتمعات وللمسلمين، مهما قويت الأجهزة البشرية والأجهزة الأمنية والرقابات مهما قويت يعني لابد أن يكون فيه ثغرات ولابد أن يغفل، لكن إذا كان الإنسان يراقب الله عز وجل، إذا كان الإنسان يتابع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة لن يقدم
على ما يسخط الله عز وجل، ولن يقدم على ما يضر بنفسه أو يضر بإخوانه. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وبرزت الجحيم لمن يرى. الإبراز تقول برز يعني ظهر، وبرزت الجحيم لمن يرى، وهذا يعني أيضا في سياق هذه الأهوال العظيمة. الله عز وجل الآن يحاسب البشر ويحاسب الخلق، فتخيل الآن أن جهنم التي هي دار النكال ودار العذاب، نسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهنا ووجوه والدينا على النار، هذه الدار تبرز أمامك تظهر حتى يراها الجميع. وبرزت الجحيم لمن يرى، أيضا هنا لمن قالوا بأنها موصولة يعني للذي يرى، وكل أهل الموقف يرون النار، يبصرونها، المؤمن والكافر يرونها عيانا، يرون هذه النار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث شقيق بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، يعني يوم القيامة، لها 70,000 زمام. شوفوا كيف عظم هذه الدار التي خلقها الله لنكال وعذاب الكافرين. جهنم، هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله عز وجل، يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 في 70,000 كم تطلع؟ وين أهل الرياضيات؟ وين الماث؟ أنت دارس ماث؟ لا، 70,000 في 70,000 كم؟ يعني قربت جدا ما شاء الله عليك. طيب، تطلع 4,900,000,000، 70,000 زمام و70,000 ملك، يعني كم ملك؟ يعني الملائكة الذين يجرون جهنم عافانا الله وإياكم بالأرقام الحسابية 4,900,000,000 ملك يجرون هذه جهنم، نسأل الله. شوفوا كيف يعني ضخامة، يعني هذا لا يخطر لنا على بال، يعني طبعا هذا فوق التصور البشري، ما نقدر احنا نتصور أن أحداث القيامة وما يكون بعد الموت هذا كله فوق نطاق التفكير البشري، ما نقدر نفكر فيها، ما نقدر نتصور الجنة ولا نقدر نتصور جهنم ولا نقدر نتصور يعني ما أعده الله عز وجل للأبرار من نعيم وللأشقياء من جحيم. لكن هذا التصوير يعني أو هذا التقريب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوضح شيء من المعنى. جهنم، هذا المخلوق العظيم، يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فيراها الجميع. طبعا هذا موقف مهول، حتى المؤمنون في ذلك الموقف يفزعون، أنك أنت الآن ما تعرف مصيرك، أنت الآن يعني تشوف قدامك، يعني انظروا الآن إلى ولله المثل الأعلى، يعني ما يفعله بعض الجلاوزة وبعض الجلادين الآن في زماننا هذا في بعض المعتقلات، شوفوا كيف يرهبون ويرعبون بعض المسجونين والمعتقلين، يعني يعذبون الناس أمامهم، فهو يرى العذاب ويرى يعني ماذا يفعل بالآخرين فينخلع قلبه، يموت قبل أن يعذب. نعم، يعني يأتيه الموت قبل أن يصل إليه العذاب من شدة ما يرى. هو الآن ترى برزت الجحيم، 70,000 زمام يجره 70,000 ملك، فهذا يعني موقف يخلع القلوب، وهم يعلمون بأنه الجميع المؤمن والكافر لا بد أن يجاوزون جهنم. جهنم هذه الآن عقبة قدامك، الآن لازم تتجاوزها كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يعني لابد من الورود العبور على جهنم. فمن الذي يتجاوز ومن الذي يعبر ومن الذي ينجو؟ الذي ينجو ويعبر هم المؤمنون، يمرون عليها كما جاء في الحديث، يعني من المرور والاجتياز على جهنم يكون بحسب الأعمال في الدنيا، كلما زاد عملك الصالح وكلما كنت أقرب إلى الله عز وجل في الدنيا سهل عليك المرور. ولذلك جاء يعني وصف هؤلاء الذين يجوزون ويمرون جهنم، قال: منهم من يمر كلمح البرق، يمر كلمح البرق سريع جدا، ومنهم من يمر كأجاود الخيل السريعة،
ومنهم من يمر كمن يسعى كيسعى أو يهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يكبو، ومنهم من تخدشه جهنم، ومنهم من يسقط، نسأل الله السلامة والعافية. فإذن هذا بحسب الأعمال الصالحة. إذا أردت أن يكون ذلك اليوم، إذا أردت أن يكون ذلك اليوم وذلك المرور يسير وسهل عليك فأعد له من الآن، أكثر من الطاعات الآن، أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام، أكثر من الصدقة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من بر الوالدين، أكثر من الإحسان للجيران، أكثر من مساعدة الخلق، أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار والقرب إلى الله. كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل كلما جعل الله ذلك اليوم يسيرا وسهلا عليك. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: فأما من طغى. الفاء هنا فأما من طغى هذا فرح حرف عطف، قال فأما من طغى، وأما هذا أيضا حرف شرط وتفصيل. يعني لما أقول حينما تقول مثلا وتتحدث تقول أما محمد فقد ذهب إلى المدرسة، وأما زيد فقد ذهب إلى البيت، إذن هذا يسمونه حرف شرط وتفصيل. يعني أنت معناته أنك جالس بتفصل بتقول واحد راح هنا واحد راح هنا، فإذا هذا حرف تفصيل. قال فأما من طغى. الطغيان ما هو الطغيان؟ وإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان إيش؟ مجاوزة الحد. كل من جاوز الحد وجاوز ما أمر الله عز وجل به من عبادته وتمرد على أمر الله وشرعه فهو قد طغى. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقنا لعبادته، فمن تمرد على عبادة الله فقد طغى. لماذا؟ لأنه جاوز الحد وخرج وظلم. لماذا؟ لأنه وضع العبادة في غير محلها وخرج عن النطاق الذي رسم له. أنت مخلوق في هذه الدنيا لتكون عبد الله عز وجل. إذا خرجت عن عبودية الله أو أنك تخليت عن عبودية الله فمعناتها أنك أنت طغيت، أنك قد جاوزت الحد وعرضت نفسك لسخط الله عز وجل. قال لاحظ، قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الآن هذا التفصيل الأول، القسم الأول بدأ يتحدث عن المسلم ولا الكافر؟ قال فأما من طغى، بدأ يتحدث عن الكافر صح؟ وبعدين بعد آيات يعني بعد قليل قال وأما من خاف مقام ربه. هذا المؤمن ولا الكافر؟ مؤمن صح؟ طيب ليش بدأ بالكافر قبل المؤمن؟ صح صح، هذا يعني ملحوظ ان القرآن فعلا يبدأ بالوعيد قبل الوعد صحيح، لكن فيه يعني فائدة، او يقولون العلماء نكتة. النكتة ترى ليست يعني الطرفة، بعضهم يظن النكتة، بعض العلماء يتحدث مثلا في الدروس يقول هناك نكتة فقد الناس يبتسمون يظنون يعني بيضحكهم الحين، لأن النكتة ما هي نكتة، معناتها فائدة. النكتة في اللغة العربية هناك نكتة يعني فائدة، ليست يعني هزل أو طيب. فهناك فائدة يعني تلمسها العلماء، قالوا بأنه بدأ بالكافر لأن الكفر أكثر من الإيمان صح ولا لا؟ الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الآن حنا الآن خذ الآن بالحسابات يعني التي نعرفها نحن الآن سكان الكرة الأرضية كم؟ 8 مليار تقريبا، 8 مليار. طيب كم عدد المسلمين؟ مليارين بالحد أقصى صح؟ يعني 4 أخماس الكرة الأرضية كافرين، مسلمين ما يشكلون إلا الخمس تقريبا صح ولا لا؟ ها؟ أقل من الربع. طيب فإذا معظم الكرة الأرضية لا يدينون بالإسلام، فلذلك الله عز وجل بدأ بالطغيان على طريقة القرآن، الوعد البداية بالوعيد قبل الوعد. فقال فأما من طغى، بدأ كذلك بالطغيان لأن الحديث أيضا في هذه السورة يناقش منكري البعث، فأيضا سلط على يعني تكلم عن الطغيان لأن الحديث في هذه السورة يدور عن منكري البعث. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الإيثار
بمعنى الاختيار والتفضيل. فآثر حياة الدنيا يعني فضل الدنيا على الآخرة، فضل الدنيا على الآخرة. وهذا هو حال أهل الطغيان، وهذا هو حال الكافرين. الآن الكافر الدنيا بالنسبة له تشكل كل شيء، صح ولا لا؟ يعني لأنه ما يفكر، يعني ما يفكر بآخرة ولا يعني يحتسب الأجر. ولذلك الآن الكافر إذا فاتت دنيا أو ضاعت عليه دنيا قد ينتحر ولا لا، يقتل نفسه، لأن خلاص هذه الدنيا كل شيء قدامه. لكن المؤمن، هذا الفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن إذا أصيب في دنيا يعرف أن هذه يعني شيء حقير أمام الآخرة. أنا أنتظر وأحتسب ما أعده الله لي عز وجل في الآخرة. تفوت الدنيا، قد يصاب الإنسان في نفسه، قد يصاب الإنسان في ماله، قد يصاب في ولده، فيحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء الكفرة الذين اختاروا الدنيا وفضلوها وصارت الدنيا يعني هي غاية أمانيهم، قال جل وعلا بعد ذلك: فإن الجحيم هي المأوى. قوله فإن الجحيم، الفاء هنا يقول العلماء تعليلية، فتعليلية يعني بسبب إيثارهم للدنيا صار الجحيم مأواهم. فإن الجحيم هي المأوى، هذا حرف تعليل. المأوى والمستقر والمسكن، ونحن نعلم من النصوص بأن الجنة دار النعيم الأبدي، الله عز وجل يقول خالدين فيها أبدا، والنار كذلك هي دار العذاب الأمدي السرمدي لا انقطاع له. فلذلك الجحيم هي المأوى والمسكن المستقر لهؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: وأما، جاء أيضا بحرف التفصيل الآخر، وهو هنا توكيد وكذلك شرط، من الحرف هذا أما تفصيل وتوكيد وشرط. قال: وأما من خاف مقام ربه. ما هو الخوف؟ كيف نعبر عن الخوف؟ لو قيل لك عبر عن الخوف، ما هو الخوف؟ ارتعاد الفرائص. طيب ممكن في محاولة ثانية، ما هو الخوف؟ لو قال لك واحد عبر عن الخوف، وش الخوف؟ كيف؟ التجنب. طيب الخوف يعني ممكن تتعدد التعابير، تعبيرات عن الخوف. قالوا الخوف هو انفعال يبعث الفزع في النفس لتوقع مكروه، انفعال يسبب الفزع لتوقع مكروه يحصل، هذا يسمى خوف. طيب وأما من خاف مقام ربه، مقام ربه بمعنى قيام العبد بين يدي الله جل وعلا للحساب في الآخرة. يعني الإنسان الذي يفكر في وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الإمام ابن القيم في بعض مؤلفاته، يقول للعبد مقامان، للعبد مقامان، مقام في الدنيا ومقام في الآخرة. أما من أحسن مقامه في الدنيا وعظمه فإن الله عز وجل يسهل عليه مقامه في الآخرة. ما هو مقامه في الدنيا؟ قالوا المقام في الدنيا هو الوقوف بين يدي الله في الصلاة. إنسان الذي يعظم الله في الصلاة ويحرص على الصلاة ويجعل الصلاة أكبر همه وغاية مناه ومراده، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الصلاة؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكانت آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم التي تفوه بها على فراش الموت، قال عليه الصلاة والسلام موصي الأمة: الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي الأمة بالتمسك بهذه الصلاة، أمة هذه لا زالت بخير ما دامت تصلي. إذا رأيت المساجد مليئة بالناس فاعلم أن الأمة فيها خير، لكن إذا انصرف الناس عن الصلاة، ورأيت في صلاة الفجر صلي معك 3 أشخاص ولا 4 أشخاص ولا ما يكتمل الصف، والناس للأسف ينامون في بيوتهم، ويعني بعضهم الحريص ربما يصلي في بيته، وأما عاد المتساهل فربما يصلي إذا خرج الوقت، يصلي مع بداية الدوام، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا لا شك أنه ليس بأمارة خير ولا علامة خير. فإذا للعبد مقامان،
مقام في الدنيا ومقام في الآخرة. إذا أردت أن الله عز وجل يسهل عليك الآخرة أحسن مقام الدنيا كما قال ابن القيم رحمه الله. فإذن وأما من خاف مقام ربه ذلك المقام أيضا الذي قال جل وعلا فيه في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحديث في حديث عدي بن حاتم مخرج في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يعني الله عز وجل سوف يخاطب كل واحد ويحاسب كل واحد في ذلك اليوم، فاستعد. هذا السؤال من رب العالمين، وقفوهم إنهم مسؤولون. وأما من خاف مقام ربه، خاف العبد وقوفه بين يدي الله عز وجل وخاف من اطلاع الله تبارك وتعالى على أعمال العباد وعلى إحصائه له وعلى حسابه لهم، والله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم الذي يعني يقوم على شؤون خلقه ولا قيام للخلق بدونه. فالله عز وجل مطلع على خلقه، محيط بأعمالهم. ويقول الله تبارك وتعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني كل الأعمال الله عز وجل قد أحصاها سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى ما هو الهوى؟ ما معنى الهوى؟ هذا مو بتفسير. الهوى ما تهواه النفس، فسر الماء بالماء. ما هو الهوى؟ لو قيل لك عبر ما هو الهوى؟ طيب جميل، يعني الهوى كما قال العلماء هو ميل النفس، صح؟ يقول يعني قد وافق هواك. أقول هذا وافق هواك، ما معنى وافق هواك؟ يعني وافق ميل نفسك، نفسك تميل إليه، صح ولا لا؟ طيب هل الهوى مذموم ولا محمود؟ الاثنان ممكن يكون الهوى محمود. عطنا مثال على الهوى المحمود. شلون؟ شو يقول؟ كنافة نابلسية. أنا ظنيتك بتجيب حديث الحين ولا آية قالت. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما. هذا حديث ضعيف. إيه مو بصحيح. هذا حديث ضعيف. لكن في حديث آخر تقول أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الجواب صحيح، ترى قلت الهوى يأتي للاثنين، جوابك يعني أنت جواب نصف الجواب صحيح بس ما قدرت تجيب مثال. يعني الهوى يأتي مذموم ويأتي محمود، لكن أكثر ما يكون الهوى في القرآن مذموم، أكثر ما يكون الأكثر الغالب أن الهوى مذموم، لكن ممكن يأتي الهوى محمود، مثل ما قالت أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى ربك يسارع إلى هواك. تقول أم المؤمنين لعائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ربك يسارع إلى هواك. ما معنى ذلك؟ يعني أن الله عز وجل يحقق رغبته أو ما يحبه. فهنا في هذا السياق مذموم محمود ليس مذموم. هذا قول عائشة أتى في تعقيب على آية الأحزاب ترجي من تشاء ومن تشاء. طيب يعني أن الله عز وجل لكن السياق محمود، يعني الله عز وجل يعني لا يسارع إلى هوى رسوله بشيء محرم. طيب فهو يعني حقق مراده في شيء يحبه حلال. طيب هذا المقصود. لكن هنا ونهى النفس عن الهوى، هنا الهوى محرم، يعني ونهى النفس عن الهوى أي نهى نفسه عن أن تميل إلى المحرمات أو ما يسخطه الله تبارك وتعالى. فالذي يعظم مقام ربه ينهى النفس عن الهوى، يعني يزجرها عن الأهواء الفاسدة. النفس هذه يا إخوان، يعني أنت الآن في هذه الدنيا في اختبار، وهذه النفس مثل يعني الإبل التي ربطت بعقال، فأنت الآن يعني لابد أن تتحكم في هذه النفس. إذا تركت هذه النفس وما تريد سوف تنطلق، لابد أنك أنت تمنع نفسك، يعني نفسك تدعوك إلى الحرام، تدعوك إلى كذا، فأنت تحاول تمنع نفسك.
يعني الإنسان لا يزال في هذه الدنيا في صراع، ولا يزال في هذه الدنيا في يعني امتحان نفسه، والشيطان يدعوه إلى الشر وإلى الهوى، وهو يحاول أن يدعوها إلى الخير. لابد أن هذه هي المجاهدة، فلا بد أن تنهى النفس عن الهوى. ما هي الثمرة والنتيجة إذا نهيت النفس عن الهوى؟ الثمرة والنتيجة كما قال الله عز وجل في آخر الآيات: فإن الجنة هي المأوى. تريد الجنة فلا بد أن تهوى، أن تنهى النفس عن الهوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة، وفي رواية حجبت. حفت وفي رواية حجبت. حفت الجنة بالمكاره، وحفت أو حجبت النار بالشهوات. وجاء في الحديث أن الله عز وجل لما خلق النار اطلع عليها جبريل، أو أرسل جبريل ينظر في النار، فرآها دارا مهولة عظيمة يحطم بعضها بعضا، فقال جبريل: ظننت أن أحدا لن يدخلها، مدام هذا حال النار. فحفت بالشهوات، فقال جبريل: ظننت أن لن يسلم أحدا منها. ما في أحد يختار النار يا أخوان، يعني ما في أحد يختار النار يعني رغبة أو حبا في النار، لكن النار حفت بالشهوات. يعني هؤلاء الذين يقعون في الكفر، ويقعون في الفواحش، ويقعون في أكل الحرام، هذه كلها شهوات تقودهم إلى النار. وقال جبريل حينما اطلع على الجنة، قال: ظننت أن أحدا لن يتخلف عن دخولها، يعني الجميع بيدخلونها لما رأى الجنة وما فيها من نعيم. ثم حجبت وحفت بالمكاره. طريق الجنة صعب، يحتاج تعب. تبي الجنة لازم تقوم تتوضأ وتصلي الفجر مع الناس في المسجد. تبي الجنة وتنايم بفراشك؟ تبي الجنة لازم تصوم. تبي الجنة لازم تبر والديك، لازم تقرأ القرآن. تبي الجنة لازم تغض بصرك عن الحرام، تبتعد عن الحرام، ما تفعل الحرام. هذا طريق الجنة. لكن إذا كنت تريد أن تمشي مع طريق الشياطين أو طريق المنحرفين، تنظر إلى كل شيء وتأكل إلى كل شيء وتفعل كل شيء وتشرب كل شيء وتزاول كل شيء، هذا طريق النار، طريق الشهوات الذي يوصلك إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا هو الطريق: من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني علمنا بأن المأوى بمعنى الدار والمستقر والسكنة الدائمة. ونحن نعلم يعني في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش، فيوضع بين الجنة والنار فيذبح، خلاص ما في موت في الآخرة. فيقال لأهل الجنة حياة بلا موت، ويقال لأهل النار حياة بلا موت. فيضج أهل النار يصيحون: حياة بلا موت في جهنم. وهؤلاء يبتهجون ويفرحون بما أكرمهم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نختم السياق بذكر سريع للفوائد والأحكام. من الفوائد أن من أسماء يوم القيامة الطامة، وسميت بذلك كما علمنا لأنها طمت على كل شيء وعلت عليه، فهي الشديدة، ولذلك سماها الله عز وجل طامة. الآيات من الفوائد فيها التخويف والتحذير من ذلك اليوم العظيم. من الفوائد أن الذكرى التي تحصل للإنسان يوم القيامة لا تفيده في يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يعني يوم القيامة لما تتذكر أعمالك السيئة، هل هذا يفيد؟ ما يفيدك. الذي يفيد في الدنيا، الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا أردت أن تحاسب نفسك، حاسب نفسك الآن هنا في هذه الدار قبل ما تعرض عليك أعمالك يوم القيامة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كذلك من الفوائد أن الله عز وجل يخوف العصاة بإبراز جهنم لهم في الموقف: وبرزت الجحيم لمن يرى. من الفوائد أيضا في هذا السياق بأن من أسماء النار الجحيم، من أسماء النار الجحيم. من فوائد الآيات أيضا
وهي فائدة عقدية تدل على معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. هذا السياق يدل على أن الجنة والنار موجودة. من الفوائد أيضا أن الطغيان وإيثار الدنيا وحب الدنيا سبب لدخول النار. الطغيان وحب الدنيا سبب لدخول النار. كذلك نظير الطغيان هو العلو في الأرض، وهذا أيضا من أسباب الشقاء. الآيات كذلك تدل على أن الخوف من المقام بين يدي الله عز وجل ونهي النفس عن الهوى هذا من أسباب دخول الجنة. تتذكر مقام الله عز وجل وتراقب الله عز وجل بدنيا، هذا من أسباب دخول الجنة. كذلك الآيات دلت على أن اتباع الهوى يقود إلى الشر والسوء. هذه تقريبا يعني معظم الفوائد التي وردت في السياق. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هو الدرس الأخير، وبعدها سوف نتوقف إن شاء الله في شهر رمضان. الأسبوع القادم بعون الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية سوف نختم سورة النازعات، وسوف نجري لكم أيضا اختبار يسير يعني في سورة النازعات مثل الاختبار اللي سويناه في سورة عما، وبعدها نتوقف إن شاء الله. وبعد رمضان إذا مد الله في أعمالنا نكمل إن شاء الله تفسير جزء عما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، العمل الصالح، والولد البار، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، إنه سميع قريب. هل يوجد لديكم أسئلة؟ تفضل. صحيح. هل هو الشيطان هو المحرض على هذه أول هاي هذا الموضوع بس الشيطان ما له تدخل فيه، لأن الإنسان هو هاي النفس زرعت فيه في الفطرة؟ لا، هي في الفطرة. الخير يعني وهديناه النجدين، طريق الخير والشر، يعني النفس لها ميول إلى الخير ولها ميول إلى الشر. هذا طبيعة البشر، كل البشر، كل نفس بشرية قابلة للخير وقابلة للشر، هذا من طبيعة البشر. لكن تأتي المؤثرات الخارجية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار، يقول في الحديث القدسي، يقول إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، صح؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، الفطرة التي هي الإيمان والتوحيد. حتى أبناء المشركين الكافرين لو تركوا مع الفطرة نشأوا موحدين مسلمين. لكن تأتي التدخلات الخارجية، المؤثرات الخارجية، شياطين الإنس والجن هم الذين يحرفون الفطرة، فتأتي المؤثرات الخارجية من الشيطان يؤزك على الشر، ويأتيك أيضا شياطين الإنس، من يزين لك الباطل ويزين لك الحرام، فهنا تأتي المؤثرات. وأما طبيعة الخير والشر فهي من النفس البشرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي قال ما من أحد إلا وله قرين يدعوه إلى الشر، قال حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، غير أن الله أعانني عليه فأسلم. طيب، أي نعم، يعني كل إنسان عنده دواعي شر ودواعي خير، هذا من طبيعة البشر. ولكن تأتي المؤثرات الخارجية هي التي يعني تفعل هذا الخير أو تؤجج الباطل. طبعا طبعا. رمضان الذي يصفد في رمضان هو مردة الشياطين. نعم، المردة الشياطين، يعني هذه قضية أيضا لابد أن ينتبه لها، يعني تصفد مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. لكن لا يعني هذا أن الشيطان لا وجود له في رمضان، موجود موجود حتى في رمضان، لكن مردة الشياطين يعني الكبار الشياطين تصفد. لا شك أن هذا من إعانة الناس على الخير، فيبقى للشيطان وسوسة أيضا حتى في رمضان، ينتبه لهذا. يعني عليكم السلام، لعلي أجبت على سؤالك. بقي شيء يا أخوان؟ تفضل يا سيدي. هذا الإنسان عنده نفس لحاله، وقليل وعنده شيطان لحاله،
هو القرين هو الشيطان. إيه كل إنسان له قرين. نعم القرين مقصود به الشيطان. نعم الشيطان دائما يترصد للإنسان. نعم باستمرار نعم يعني لكن طبعا الشياطين والوسوسات في الغالب أنها تتسلط على أهل الإيمان. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس أظن قال له جاء رجل يهودي جاء رجل يهودي لابن عباس قال إن نحن معشر اليهود نصلي ولا توسوس لنا الشياطين يعني حنا نصلي ما تجينا وساوس مثلكم أنتم يا مسلمين. قال صدقت وماذا يصنع الشيطان في البيت الخرب يعني أنت أصلا خربان الشيطان شبيبك يا الشيطان غاسل يده منك يعني ما له حاجة فيك يعني. ولذلك الصحابة لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نجد في نفوسنا ماء لو نكون حمما لكان ذلك أهون علي يعني نتمنى أن نهلك أو نموت أو أن نحترق ولا أن نتكلم بذلك يعني تأتيهم خواطر ووساوس فيما يتعلق بالإيمان فيما يتعلق بالجنة والنار تأتيك خواطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى الجواب أو وجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذلك محض الإيمان أو صريح الإيمان يعني هذه الوسوسة التي تأتيك هذا الدليل على أنك مؤمن دليل على أنك أنت إنسان الشيطان جالس يحاول. فما دام في معركة وفي صراع بينك وبين الشيطان معناتها هذه من علامات الإيمان فاثبت على إيمانك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بعض الإرشادات قال يعني من 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 يأتي الشيطان لابن آدم يقول من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا حتى يقول لك من خلق الله فماذا تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهي يعني اقطع الخواطر والتفكير واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب وفي بعض الأحاديث أنك تقول الله الله ربي لا أشرك به أحدا أو كما جاء في الحديث يعني تعلن بالتوحيد وتقطع هذه الخواطر وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن ظاهرة الوسوسة هي ظاهرة صحية تدل على الإيمان من علامات الإيمان لكن هذا لا يعني أنك أنت تسترسل مع الوساوس وتجعل الوساوس هذه تتمكن منك لا لكن أنت لا تقلق يعني تقول والله أنا تجيني خواطر تجيني وساوس كل إنسان تجيه وساوس خطأ خواطر لكن لابد أن يدافع هذه الوساوس الخطأ وهذه تدل على علامة الإيمان وعلى أنك في معركة وصراع مع هذا الشيطان حتى تلقى الله عز وجل ولا يزال الشيطان يحاول حتى تلقى الله عز وجل. قصة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. الإمام أحمد على فراش الموت وعنده أبناؤه الإمام أحمد الذي يحفظ مليون حديث وعنده يعني موقفه في فتنة خلق القرآن ويقول علي بن المديني حفظ الله الإسلام برجلين عظيمين بالصديق في الردة وبأحمد في المحنة بالصديق في الردة وبأحمد في المحنة يعني رجل هذا لو ما ثبت أحمد بن حنبل كان الآن الأمة كلها معتزلة كان كل الأمة الآن فسدت عقيدته لكنه ثبت رحمه الله. هذا يعني فائدة ثبات العلماء في الأزمات والمحن نحن بحاجة الآن في هذا الزمان نحن بحاجة إلى علماء يثبتون مو علماء يستسلمون ولا علماء ينبطحون لا علماء يثبتون يصدعون بالحق. نحن في محنة كما قال بعض الصالحين يقول هذه محنة أو ردة لا أحمد لها نحن الآن في ردة لا أحمد لها وين أحمد بن حنبل؟ احنا نبغى واحد أحمد بن حنبل يقوم عندنا في يعني بالعالم الإسلامي يصدع بالحق ويجدد الأمة. الشاهد أنه الإمام أحمد على فراش الموت يعني يتمتم بكلمات يقول بعدوا 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 عنده أبناءه عبد الله وصالح عبد الله وصالح استغربوا مستغربين من كلام الإمام يعني ماذا تقول أنت بعدوا بعدوا. فلما انتبه قالوا يا يعني أبا عبد الله سمعناك تقول بعدوا بعدوا ماذا تقصد ببعدوا؟ قال هذا الشيطان شوف الشيطان جالس يحاول في أحمد بن حنبل في آخر لحظة على فراش الموت ولذلك يشتد الشيطان في عند سكرات الموت ولذلك يشرع
لمن حضر الموتى المحتضرين أن تذكرهم بلا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وأن يعني تكون في هذه اللحظة تحاول أن يعني تذكره تخليه يعظم الرجاء، يحسن الظن بربه. لماذا؟ لأن الشيطان يتسلط في هذه اللحظة يريد أن يحبط العمل. فيقول أحمد بن حنبل: هذا شيطان عرض لي وقال، يقول جاءه الشيطان في هذه الظروف وقال له: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني أنت يا أحمد نجوت، يعني جالس يريد أن يظهر بكلمة، يعني لو قال فتك لكان هذا نوع من الاعتداد بالنفس والغرور، هو لازال في الدنيا ما مات، فلو قال نعم فتك، لكن أحمد عالم ما فاتت عليه، قال بعده بعده، يعني ما دام أن النفس موجودة ترى ما فتك. الإنسان لا يضمن الجنة حتى تغادر نفسه هذه الدنيا، الإنسان معرض للفتنة ومعرض للانتكاس ومعرض للزلل ما دام في هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يغفر لنا ولوالدينا ومسلمين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه تفضل. هذا يقود إلى سؤال ثاني، إيش الفرق بين الخاضع والوسط؟ هذه مراتب، يعني الشيطان يبدأ بالخواطر، طيب بعدين الخواطر قد تتطور وتصير وساوس، والوساوس قد تصير يعني شكوك وإرادات، يعني هي مراحل الشيطان مع الإنسان تبدأ بخطوات، أقل الخطوات هي الخاطرة، تأتيك بخاطرة، فإذا قطعت الخاطرة خلاص ما ينتقل اللي بعدها، لكن إذا مكنت الخاطرة فهو ينتقل اللي بعدها، يحاسب على العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أنت الآن لو حدثت نفسك أنك مثلا تبي تأخذ قرض ربا، الله يحاسبك على هذا؟ ما يحاسبك على هذا، يحاسبك إذا فعلت الربا، إذا صدر منك فعل أو قول يحاسبك الله على هذا. لكن ما دام أنه مجرد خاطر تفكير، جالس تفكر تشتري بيت بالربا، جالس تفكر تشتري سيارة بالربا، نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتهي، يعني إذا جاءتك الخواطر انتهي، يعني أنت مأمور بأنك تقطع الخاطرة، أنت لا تسمح للخاطرة تتطور. هؤلاء الذين الآن الله يحفظنا وياكم يحمينا وياكم، هؤلاء الذين أصبحوا ملاحدة كانت في البداية خواطر لكنه استرسل مع الخاطرة، فهو يخلي الخاطرة تتمكن وتتطور حتى تصير فكرة وحقيقة وتصبح عقيدة عنده، فهمت؟ أنت كمسلم مأمور بأنك تقطع الخاطرة، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ما دام علمت أنها خاطرة شيطانية وأنها يعني تشكك في إيمانك، فأنت تقطع الخواطر وتنتهي وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتصدح بالتوحيد، هذا هو الطريق الصحيح، هو هذا. بارك الله فيك.